السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفاكم الزربة، اللي كنقولوا الزربة يعني العجلة. الإنسان يبعد على هاد العجلة اللي هي الزربة، راه خطيرة. أي حاجة فيها الزربة كتعكس ولا كتكون الخاتمة ديالها ما كتعجبش. خا تكون شي حاجة بسيطة، شي تكون غير بسيطة ما تزربش. علاش غتزرب؟ علاش السرعة مثلا المفرطة هي السبب الرئيسي في حوادث السير. كيقول لك فلان جاي يجري في الدروج وزلق وطاح، انسان كان زربان وكذا كذا، فلماذا هذا العجل؟ اشياء بسيطه ما نزربوش فيها، فما بالك في اشياء مهمه. وكتلقى واحد الانسان مثلا باغي يشري واحد السياره، او باغي يشري واحد الدار، او باغي يقوم بواحد العمل مهم وكيزرب. لا ما تزربش، ما تزربش، وما تكونش عندك واحد الثقة عمياء، الثقة في واحد الإنسان وتزرب. ها بشوية عليك، أنا أعطي مثال. باغي تشري واحد السيارة مثلا، ما تقولش راني كنعرف فلان خدام معايا، صاحبي كنعرفو كذا، لا كذا، لا داكشي ما عندك ما دير به، داكشي ما خدامش. باغي تشري مثلا السيارة، بشوية عليك وشوف واحد الميكانيك، شوف واحد الميكانيك اللي يقلب لك السيارة، يدير ليها واحد الفحص. راه شحال من واحد الفلوس ديالو مشات ليه وندم ولا تنفع الندامة. راه داكشي كيقول لك في العجلة الندامة، الانسان تيولي ندمان. تصوروا واحد السيد شرى واحد السيارة، هاد السيارة غادي يشريها من عند واحد صاحبه. كيفاش؟ كان جالس مع صاحبه قال لي يا ودي راه خاصني واحد السياره، قال لي جهدك تا علاش؟ قال لي جهدي تا الخمسه تا السته. وقال لي كاينه صاحبي، وكاينه المراه دي عندها واحد السياره باغا تبيعها، والله ما فك تايا وكذا الى اخره. السيد قال هذا صاحبي كذا، اتفاهم معاه بسرعه، دازت الامور. ها هو شراها، شراها راه دازت في الفحص التقني وكذا، ولكن واحد شويه بدات كتحدث فيها مشاكل. واحد تقريبا واحد 10 ايام ابدا كيلقى فيها مثلا كتستهلك الوقود بواحد بالضعف، كتستهلك الوقود داك الحصار ديالها او الفرامل، ما كتحكمش مزيان. هذيك اللي كتقول لها البواطا فيتاس، ملي كيبغي بعض النوبات بعض المرات كيدير مثلا الطروازيام ترجع ليه بامور، لقى مشاكل. ها انت دوكا غتولي مخاصم مع صاحبك، غتخسرو وهو غادي عادش عاد تقول لي يا ودي، غادي يقول لك انا بعت لك حاجه مزيانه شفتها كيفاه. وعلاش هاد المشاكل؟ علاش ما تجيبش واحد الانسان اللي عنده الخبره ويشوفها لايقه هي هذيك ما لايقاش في الانسان؟ راه ماش ما وقعاتش غير في السياره، وقعات يا سيدي في اشياء اخرى. كاين اللي شرى هاتف تليفون ودارت به، كاين اللي واحد السيد هنا في السوق اسبوعي، والقصة قديمة تقريبا راه فاتت 10 سنين. هاد السيد باعوا ليه تلفازة يفرح الوليدات، مالي كان ديك التلفازة الكبيرة، باعوا ليه تلفازة. ملي باعوا ليه التلفازة جاب الدار لقى فيها ياجورة، يعني طوبة ديال البني. واحد السيد خور شرى بيسي، والبيسي شراه من عند واحد السيدة وكتبان واحد يعني متزينة، والكلام ديالها كذا وكذا، وفي الاخر حتى حاجة ما خدامة، فايت محروق كاع ومعاود. واحد السيد خرج شرى السياره من عند واحد السيده تصل بها في داك شي حاجه، داكشي ديال افيتو، قالت لي راني ما كايناش تنجي وكذا، ودارت معاه واحد الوقت، وملي جا في داك الوقت لقاها بحال الله كي جايه من السفر، واش كانت مسافره ولا ما مسافراش، ولادها باركين تماك، ومشى على القران. القران مزيانيه، ولكن خاصني ما نديرش الثقة العمياء في الناس. القرآن مزيان، ولكن نجيب الخبير الميكانيكي يقلب، ما نديرش على الكلام والعاطفة. وشرى الطوموبيلة من عند السيدة، وفي الأخير الطوموبيلة مدرحة. ملي كنقولوا مدرحة ما خداماش، حتى حاجة ما كاينة. داها لواحد السيد قال لها هذه راه خردة، هذه راه متلاشيات، هذا راه الخوى الخاوي، هذا راه زوق وتبيع. ايوا فين غتولي ترجع هاد السيده تقول لها راك كتبتي معاها وداكشي؟ فالاخوان عافاكم، الثقه الزائده لا، العاطفه لا، راه كنبيعو ونشريو، راه ما غاديش يعطيك من جيبو. علاش كتزرب؟ علاش؟ علاش عجول في الامر ديالك؟ راه ملي كنقولوا العجله من الشيطان، راه ما كاينش اللعب.
هذيك الزربه كيقول كان زربه وما عقلش وغضب ودرار ودار والعكسريه ديال الجرائم والمشاكل والمحاكم مالو غير ما تحكمش في الاعصاب ديالو وزرب دار ما تيقنش من الامر وزرب ما دارش والانسان المؤمن ركيس فاطن ولكن لا يلدغ من الجحر مرتين فكون على بال انسان راه عطاه الله العقل عطاه العقل يعني خاصو يستخدمه العاطفه راه ما خداماش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.